يوتوبيا كل حاجة مختلفة، السينما هناك غير، الكوميونيتيز هناك كلهم شبه بعض، مهتمين يجددوا ويطوروا في كل حاجة فيها، وريسنتلي كمان. أنا عصام، وده برنامج عصام وكتاب، واللي بنناقش فيه كتب وروايات كتير مختلفة، ورواية النهاردة هي يوتوبيا. رواية يوتوبيا للراحل العراب الغني عن التعريف دكتور أحمد خالد توفيق، ورواية من إصدار دار ميرت للنشر والتوزيع، والطبعة الأولى صدرت سنة 2008، وعدد صفحات الرواية هي 192 صفحة. الرواية هي عبارة عن تخيل الكاتب الأحداث اللي توصلها مصر سنة 2023، والكاتب كان بيشوف إن مصر ساعتها هتكون عبارة عن طبقتين، الطبقة الأولى وهي مدينة يوتوبيا، والمدينة دي اللي أساسها الناس الأثرياء علشان يحموا نفسهم من الناس الفقراء. المدينة تحديدا هتكون على الساحل الشمالي. المدينة محاطة بأسوار كبيرة جدا وبوابات ضخمة، البوابات دي عليها حراسة مشددة جدا، مفيش حد من الفقراء يقدر بس انه يقرب منها، لو حد فيهم فكر انه يعمل كده ففي طيارات هليكوبتر هتقتله. الفقراء مش بيقدروا يدخلوا المدينة دي الا عن طريق باصات مخصصة ليهم، الباصات دي بتاخدهم كل يوم الصبح وبترجعهم بالليل، عشان بيشتغلوا عند الناس الاغنياء دي وبيعملوا حاجات هما مش بيقدروا يعملوها. كمان المدينة دي جواها كل حاجة هما عايزينها، من مدارس بقى ومولات ودور عبادة، فهم مش محتاجين اطلاقا ان هم يخرجوا برا المدينه دي. كمان المدينه دي كان منتشر فيها كل انواع الفواحش والرذيله، ونوع جديد كده من المخدر اسمه الفلوريستين. وعلى النقيض الاخر المدينه الثانيه واللي كان بيسميهم الكاتب الاغيار، والاغيار دي المدينه اللي كان بيسكن فيها الناس الفقراء، المدينه دي كان منتشر فيها الجهل والمرض والتخلف، واللي الكاتب كان بيتخيل انه ساعتها هتكون في شبرا. بتبدا احداث الروايه لما شاب اسمه علاء وبنت اسمها جيرمنال، الاثنين دول بيحسوا بملل في مدينه يوتوبيا لانهم حرفيا عملوا كل حاجه ممكن يعملوها في المدينه دي، فهنا بيقرروا ان هم هيرجعوا تاني يمارسوا هوايتهم المفضله وهي الصيد. لكن الصيد هنا كان مختلف شويه، الصيد هنا هو صيد البشر، تحديدا الاغيار او الناس اللي عايشين في مدينه الفقراء. فهنا بيقرروا ان هم الاثنين هيروحوا المدينه دي، هل هيعرفوا فعلا يروحوا المدينه دي ولا لا؟ طب هل لو راحوا الناس هناك هيعرفوهم ولا لا؟ طب لو الناس هناك عرفوهم هيعملوا فيهم ايه؟ طب لو فرضا ان هم راحوا هيعرفوا يرجعوا تاني ولا لا؟ كل ده وايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هتعرفه لما تقرا الروايه. وفي بدايه الروايه الكاتب قال ان احداث الروايه دي هي عباره عن احداث تخيليه، وان اي تشابه ما بينها وبين الواقع فهو محض صدفه. ورغم ذلك الكاتب كان عنده يقين تام ان الاحداث دي هتحصل في مكان ما قريب، وفي نهايه فصول معينه كان بيدي نتائج واحصائيات بتؤكد الكلام ده. فنتمنى فعلا الاحداث دي تكون تخيليه وما نشوفهاش في الواقع اكتر من اللي احنا شايفينه. دكتور احمد عارف يخليني اعيش مع الروايه دي وتخيلها كويس جدا، لكنه كان بيستخدم الفاظ خارجه او بلس 18، فالروايه مش مناسبه اطلاقا لما هو دون السن ده. كمان تصور دكتور احمد خالد لطبقه الاغنيه دي كان سوداوي جدا ومليان بالشر، وتصوره لطبقه الفقراء كان يحمل شيء من المبالغه في وصف ظروف حياتهم الصعبه، وده ممكن يكون سببه لاختفاء الطبقه المتوسطه في الوقت ده، فالناس الاغنيه هيكونوا اغنياء قوي والناس الفقراء هيكونوا معدومين حرفيا. وفي النهاية تقييم الشخص لرواية يوتوبيا هو 7/10، وحبكة القصة قوية جدا وكان ممكن يتكتب فيها أحداث أكتر من كده بكتير. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا تحت في الكومنتس إيه الكتب والروايات اللي عايزين نتكلم عنها بعد كده، وما تنسوش دايما إنه إلا ما سعى. بص تعال قرب كده كمان شوية، لو اتنين بس من اللي بيتفرجوا عملوا سبسكرايب، والاتنين دول جابوا اتنين تانيين يعملوا سبسكرايب، والاتنين اللي جابوا اتنين تانيين جابوا كمان اتنين علشان يعملوا سبسكرايب، هوصل 1000 مشترك قريب، بسيطة اهي.